بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، الحقيقة لا أدري ما مشكلة هؤلاء المشككين. كلما فتحت يوتيوب أجد فيديو لمشكك ويقولون لا يوجد إعجاز علمي، لا يوجد شيء في الإسلام، لا يوجد معلومة واحدة مفيدة في الإسلام، النبي كان إرهابيا، النبي كان عنيفا، النبي كان يقتل، كان كذا كان كذا كان كذا. هم يتحدثون في كوكب آخر الحقيقة. يعني نصيحتي لكم أيها المشككون، نصيحة فعلا، يعني أن تقرأوا، أن تكونوا علميين لتقنعوا الناس. على فكرة هذا الحديث لا يقنع أحد. لماذا؟ أنا عندما أريد أن أشوه شيء، أو عندما أريد أن أكون علميا عفوا وأدرس شيء بشكل علمي، ينبغي أن أخذ الإيجابي والسلبي. أقول هذا هو الإسلام، 1 2 3 4، هذه أشياء إيجابية وهذه أشياء سلبية، وأعمل مقارنة. هذا الأسلوب، هذا المنهج العلمي. أحد المشككين يعني وضع أكثر من 500 ساعة على الإنترنت، على يوتيوب، كلها طعن بهذا النبي. طيب، لم تقرأ يوما كيف عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين في مكة عندما تمكن منهم وأصبحوا في قبضته، وهم الذين آذوه وقتلوا من المسلمين وشردوهم وأخذوا أموالهم وأخذوا أرضهم في مكة، فعلوا الأفاعيل عندما تمكن منهم هذا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم عفى عنهم. لم أجد ملحد أو مشكك تناول هذه الواقعة الصحيحة والتي نعرفها نحن كلنا كمسلمون. لم أجد أحدا من المشككين تحدث عن رحمة النبي بالنباتات عندما نهى عن حرق النبات، كان رحيما بالنبات. عندما نهى عن إيذاء الحيوان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض. طب هذا الحديث لم تسمعوا به أبدا؟ لم تسمعوا عن رحمة النبي بالكائنات الحية الضعيفة؟ لم تسمعوا عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالبيئة عندما أمر بعدم تلويث البيئة، قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد؟ عندما أمر بالمحافظة على مصادر المياه وقال لا، يعني لا تسرف ولو كنت على نهر جار. ألم تسمعوا أو لم تقرأوا أو لم تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل حروبه أمر ألا يقتل طفل، ألا تقتل امرأة، ألا يهدم بيت، ألا تحرق شجرة؟ ألم تسمعوا بمثل هذا؟ إذا فقط أنتم تأخذون هذه الروايات التي وضعها اليهود والملحدون للتشكيك بالإسلام ثم تقولون هذا هو الإسلام، أنتم صدقوني تخاطبون أنفسكم ولا تخاطبوا المسلمين، لأن هذا المسلم سيكتشف الحقيقة عاجلا أم آجلا. ربما تستطيع أن تخدع بعض الناس لبعض الوقت، ولكن لن تخدعهم لكل الوقت، لأن هذا المسلم حتى لو شككته بدينه سيقرأ ويكتشف الكذب الذي تمارسه فينقلب ضدك. صدقني أخي المشكك، أنا أخاطبك بكلمة أخي. لماذا؟ لأنني ليس من يعني من عقيدتي أو منهجي أن أهاجمك أو أنتقدك أو أي شيء. أنا أريد لك الخير، وربما يعني أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك لتصبح أفضل مني ومن غيري، وربما يهديك الله وتصبح أخا لي في الدين. إذن نحن نحب الخير للملحدين وللمشككين، وأنا ضد المجادلات والمناظرات وهذه الأشياء التي الحقيقة
لا تسمن ولا تغني من جوع. في مجال البحث العلمي أيها الأحبة، المناظرات لاحظوا تعتمد على الحماس والتهييج الإعلامي وكذا، لا، أنا أحب بهدوء أن تقرأ المعلومة، اقتنعت بها جيد، لم تقتنع بها يمكن أن تسأل وتناقش وتحاور، ولكن بالتي هي أحسن، ليس عن طريق هذه المناظرات التي يعني فقط للشو الإعلامي. نحن نريد أن نقدم هذه المعلومات كما وردت في القرآن الكريم، وأنت إذا أردت أن تقتنع أهلا وسهلا، لم تقتنع هذه مشكلتك. اليوم أيها الأحبة، ونحن نعيش في ظل جائحة كورونا، ما الذي يجعل بعض الناس لا يصابون أو يتعافون بسرعة من هذا الفيروس؟ يقول لك النظام المناعي. دائما قدرة النظام المناعي هي التي يعني هي العامل الحاسم في مواجهة أي مرض. إذن كيف علمنا القرآن والنبي أن نرفع وننشط ونجدد النظام المناعي؟ هناك تقنيات كثيرة أيها الأحبة، على رأسها الصيام. أولا، ثبت أن الصيام 3 أيام يجدد النظام المناعي بالكامل، وقلنا ذلك، البروفيسور لونغو أثبت ذلك مؤخرا. التفاؤل أيضا يقوي النظام المناعي، يعني ليس فقط الغذاء، الغذاء جيد، ولكن هناك أهم من الغذاء أيها الأحبة، وأهم من الفيتامين، التفاؤل، الصيام، أعمال البر تقوي النظام المناعي، الثقة بالإيمان يرفع النظام المناعي، الزواج ينشط النظام المناعي. هذه دراسات عالمية حديثة، وجدوا أن نسبة الأمراض التي يصاب بها غير المتزوجين أكثر من المتزوجين، نظامهم المناعي يكون ضعيف غير المتزوج. لذلك النبي يعني رغب بالزواج وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، حذر أيضا من عدم الزواج. الذي يرفع النظام المناعي أيها الأحبة الإيمان بالله. لاحظ العلماء أن المؤمن بالله يستطيع أن يقاوم المرض بصورة أعلى بكثير من الملحد الذي ليس لديه إيمان بالله، وبخاصة أمراض السرطان. وهناك دراسات، طبعا لدي في الموقع أكثر من 1700 مقالة وبحث، كلها موثقة بالمراجع العلمية، يمكن الرجوع إليها. الذي يرفع النظام المناعي الصدقة. عندما تتصدق على الآخرين تشعر براحة نفسية واطمئنان وثقة بالنفس، وتنشط النظام المناعي. عندما تتجنب المشاكل مع زوجتك وأولادك وأهلك وأبيك وأمك وجيرانك ترفع النظام المناعي. عندما تتعامل بشكل جيد مع الجيران تنشط النظام المناعي ويصبح أفضل، أداؤه أفضل. أنا أتحدث الآن دراسات علمية أيها الأحبة، ولكن فقط أعطيكم عناوين الأبحاث. الإنسان الذي يؤمن بالآخرة أيضا لديه نظام مناعي أفضل. الإنسان الذي يعفو عن الناس ويتسامح يكون لديه نظام مناعي أقوى بكثير من الذي يعني لديه طغينة وحقد على الآخرين. أيها الأحبة دققوا معي، أنا اليوم سيكون هذا موضوعنا، أن العفو والتسامح من أهم الأساليب التي ترفع وتنشط وتقوي نظام المناعة لدى الإنسان. طبعا أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بخاصة في ليلة القدر في رمضان يكثر من الدعاء، دعاء شهير: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه البخاري. اللهم إنك عفو تحب العفو،
الله جعل العفو اسما من أسمائه، لذلك العفو كله خير. مصيبتنا في هذا العصر أيها الأحبة الحقد والضغينة بين الناس، ليس هناك تسامح، ليس هناك حب، ليس هناك خدمة للآخرين، ليس هناك. لذلك الله ينزل البلاء على هذا العالم، هذه صفة مشتركة في العالم كله، لا يوجد محبة، لا يوجد عفو تسامح، ينزل البلاء كما تشاهدون، نسأل الله العافية. الله تبارك وتعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إذن الله يعفو عن السيئات. انظروا أيها الأحبة، الباحثون اكتشفوا أن ممارسة العفو تنشط النظام المناعي لدى الإنسان. لماذا؟ الإنسان عندما يغضب ويحقد تبدأ أجهزة الجسم تتنبه وتستجيب، وكأن خطرا ما يهدد وجودها، مما يؤدي إلى ضخ كميات كبيرة من الدم. لذلك الذي يغضب تجد أن قلبه ينبض بسرعة ونفسه يضيق. طبعا كمية كبيرة من الهرمونات يفرزها الجسم لوضعه في تأهب في مواجهة الخطر. ضغط الدم يرتفع، عملية الهضم تضطرب، لذلك نجد أن هناك اضطرابات في الهضم وقرحة وتشنج في القولون وغير ذلك، كلها تحدث نتيجة الانفعالات النفسية. النفس يضيق، العضلات تتوتر، والقلب يبدأ بالنبض، حتى نسبة سكر الدم ترتفع لمواجهة الأخطار. هذا التوتر أيها الأحبة يؤدي إلى إرهاق الجسد في حالة تكراره، ولكن بمجرد أن تعفو وتصفح وتغفر تجد أن هذا التوتر يزول، تجد أن قلبك أصبح ينبض ببطء وبهدوء واستقرار، تزول الرغبة بالانتقام من الآخرين، وتهدأ أجهزة الجسد بسبب زوال الخطر، لأن الغضب يعني بالنسبة للجسد كيف يحلل ظاهرة الغضب. دققوا أيها الأحبة، ويعني نريد أن نفهم، أنا عندما أغضب من شخص ما الذي يحدث؟ جسدي لا يفهم أنني أغضب، لغة الخلايا تختلف، لغة الخلايا تعلم أن هناك خطرا يهدد وجود هذا الإنسان، لأن عملية الغضب هي تقنية يقوم بها الجسم للدفاع عن نفسه. افرض أن هناك من هجم عليك، لص أو سارق أو من يريد أن يقتلك، فهنا الجسم يقوم بردود أفعال عنيفة جدا وخطيرة على الجسم، يمكن أن يموت الإنسان في جلطة قلبية، ردود أفعال عنيفة ولكنها تحميك مباشرة، تتهيأ للركض للهروب للمواجهة إلى آخره. طبعا أيها الأحبة التوتر في حالة التكرار ما الذي يفعله، وعدم العفو ما الذي يفعل بالجسم، يؤدي إلى إنهاك القلب، حتى إن العلماء يقولون إن نسبة أن تموت أو احتمال أن تموت بنوبة قلبية بعد نوبة الغضب تكون 4 أضعاف أو أكثر من الموت العادي نتيجة ظروف أخرى. يعني نوبة الغضب خطيرة جدا أيها الأحبة، تجنبوها قدر المستطاع، البديل هو العفو. الآن أيها الأحبة القرآن كيف علمنا التقنية التي علمنا القرآن؟ استمع أيها المشكك، استمع إلى الأشياء الجيدة في القرآن. أنت تبحث عن شيء جيد، استمع، ابتعد عن هذه الروايات، خليك مع القرآن. الله تعالى يقول:
وجزاء سيئة سيئة مثلها. أحد أساء إليك من حقك أن تسيء إليه بنفس الكمية بنفس القدر، لا تتجاوز، لا تظلم، سيئة مثلها. الظلم ممنوع، الاعتداء ممنوع، ولكن ما هو الأفضل؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اذهب، أنا أريد أجري من الله. تصوروا هذه التقنية الرائعة لو أن المسلمين اليوم استخدموا فقط هذه التقنية. كلما أساء لك إنسان تقول له اذهب أجري على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. كأن غضبك هذا سيؤدي بك إلى الظلم. يعني ربما تكون هناك مشكلة بسيطة بين جار وجاره، خلاف على موقف سيارة، خلاف على نفايات، خلاف على كلمة، خلاف على شيء تافه، غضبك هذا يتطور ربما يتحول إلى جريمة قتل، إذن يتحول إلى ظلم. لذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. غضبي أنا عليك الآن، ما الذي سأأخذ منه؟ لا شيء، سأأخذ التوتر والضغط النفسي والضغط العصبي ومشاكل في القلب وربما مشاكل في الأوعية الدموية وغير ذلك، وارتفاع نسبة السكر، ربما أصاب بمرض السكر وغير ذلك، وضغط الدم أيضا، ولن أستفيد شيئا. ولكن إذا عفوت عنك سأتخلص من كل هذه المشاكل بالإضافة لها، فأجره على الله. هل هناك أجمل أخي الحبيب، هل هناك أجمل من أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعوضك؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ ألا نعقل أيها الأحبة، أنا تريدني أن أغضب على هذا الإنسان لكي أضر نفسي وأتجاوز، ربما أبلغ مرحلة الظلم، أسيء له أكثر من إساءته لي، وغالبا هذا ما يحدث، وأخسر الأجر عند الله وأخسر محبة الله، إنه لا يحب الظالمين، أخرج خارج محبة الله. لماذا؟ المنطق العلمي يقول لك أعفو، تسامح، تسامح حتى في حقك، لأن الله سيعوضك. الله تعالى، أليس الله هو الذي خلقك؟ أليس الله هو الذي رزقك؟ أليس الله هو الذي أعطاك هذه الأرض أو هذه هذا المتاع أو هذا البيت أو هذا أي شيء، هذا المحل أو هذا، يعني الله هو الذي أعطاك إياه؟ أليس الله قادرا أن يعطيك خيرا منه وأكثر منه؟ لماذا أنت تعض بأنيابك على الدنيا وتصنع مشاكل وتغضب ومشاكل مع هذا ويعني مناقشات مع هذا وهذا لا تتسامح معه وهذا تغضب عليه وهذا تنتقم منه؟ طيب، وتنسى أن الله موجود، هو الذي يقول لك فمن عفا وأصلح فأجره على الله. احفظوا هذه الآية رجاء أيها الأحبة، أنا والله أريد لكم الخير، احفظوا هذه الآية، لأن هناك آيات ينبغي على كل واحد منا أن يحفظها. على الأقل يا أخي تلقى الله وأنت حافظ لشيء من كتابه، ستلقاه وأنت تحفظ الدولار اليوم بكم، أسعار كذا بكم، هذا ثمنه كذا، هذه المشكلة كذا، هذا كذا، دماغك مملوء بمشاكل دنيا ستزول مع هذه الدنيا التي ستفنى وتذهب بالنتيجة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ستفنى كل هذه، كيف ستقابل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، يحذرك أن تضيع وقتك في الكلام الفارغ. احفظوا هذه الآية رجاء،
ولن تندموا، وتذكروها كلما تعرضت لموقف صعب، موقف فيه ضغط تجاه أبنائك، تجاه إخوتك، تجاه جارك، تجاه زميلك في العمل، في الدراسة، في الشارع. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا كلام يريح القلب، يريح الفؤاد أيها الأحبة. وليعفوا وليصفحوا. العفو عفوت عنه، ثم وليصفحوا، يعني يجب أن تنقي قلبك من ذرة حقد لا يوجد. أنا عفوت عنك، أجري على الله لا مشكلة، أسأت لي لا مشكلة، أقدم لك، أنت تقدم لي الإساءة وأنا أقدم لك الابتسامة. هذه أخلاق النبي، كان أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم، هو علمنا ذلك، حتى إنه قال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، لم يقل المجاهدون ولا الذين يصلون ولا الذين كذا يتصدقون، قال: أحاسنكم أخلاقا. تريد أن تكون مع النبي في الجنة، حسن خلقك. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أنا أحب أن يغفر الله لي، لذلك يجب أن أغفر للناس، أن يعني أعفو عنهم، أتسامح معهم. الله تبارك وتعالى يقول: انظروا أيها الأحبة، يا أهل الكتاب، هذا نداء لإخوتنا من أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أنتم تتهمون النبي أنه جاء ليؤذيكم، ليسيء إليكم يا أهل الكتاب، أنتم تطعنون بهذا النبي. طبعا ليس كل أهل الكتاب، فئة قليلة منهم فقط. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طيب هذا الخطاب، بالله عليكم، هذا الخطاب الإلهي، أنا كإنسان حيادي أريد أن أفكر بشكل حيادي، عندما أرى خطابات المشككين والملحدين وبعض أهل الكتاب أو من يدعي أنه ينتسب لأهل الكتاب، وأهل والكتاب بريء منهم أصلا، لأن حتى الكتاب المقدس لا يأمرك أن تشكك في الآخرين. الكتاب المقدس الحالي الذي نعتبره نحن أنه كتاب محرف، على الرغم من ذلك ينهاك أن تسيء لعقائد الآخرين، ينهاك أن تشكك بالآخرين. أخلاق المسيح عليه السلام كانت كلها المحبة والعفو والتسامح، وأن تلتمس عذرا لغيرك. هذه أخلاق من تدعون أنكم تنتسبون له، ولكن للأسف أنتم يعني لا تمارسون أخلاق النبي عيسى عليه السلام. لذلك كم هذا الفرق كبير بين الخطاب الرحيم، النبي جاء ليعفو عنكم. أحد الباحثين البروفيسور كريغ كونسيدن، أستاذ علم الاجتماع في جامعة رايس الأمريكية، يقول إن النبي هو الذي احتضن النصارى وأكرمهم وأعطاهم حقوقهم المدنية كاملة، على عكس ما يروج له الإعلام الأمريكي. هذا الكلام موجود على لسان بروفيسور كاثوليكي، هو ليس مسلم، يقول هذا الكلام بعد دراسته لحياة محمد صلى الله عليه وسلم، ووضع ذلك في 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 كتاب، اسم الكتاب إنسانية محمد، الجانب الإنساني لدى النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا أخي اقرأوا هذا الكتاب، اقرأوا وجهة نظر، لا نريد أن تقرأوا كتب المسلمين، اقرأوا كتب الباحثين المنصفين من الغرب،
لماذا تشوهون أو تتبعون الروايات التي تشوه؟ نحن نريد أن نجتمع وننشر المحبة، التسامح. أنا لا أريد أن تغير عقيدتك، أنت حر، ولكن لا تسيء للآخرين، لا تحدث هذه الضغينة وهذه الفرقة وهذه النعرات بين الأديان. الإسلام نهى عن ذلك، نحن نريد المحبة أيها الأحبة. وكل إنسان بالنتيجة يتبع ما يقتنع به. حتى القرآن يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لم يكره الناس، إذا كان الله رب العالمين القادر على أن يجبر الناس على الإيمان وقادر أن يعذب الناس، لم يكره الناس على الإيمان. انظروا كيف خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني أنت تريد أن تكره الناس حتى يؤمنوا؟ إكراه الناس على الإيمان ليس منهج قرآني وليس منهج إسلامي أيها الأحبة. هذه الآية ترد على أولئك المشككين الذين يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف. المسلمون لا يكرهون أحدا، نحن لدينا كتاب هو القرآن، نظهر ما فيه من أحكام وعجائب، وكل إنسان يتبع ما يقتنع به، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن أكملوا الآية: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. نحن نقول هذا الكلام لنحذركم أن هناك يوم سيأتي، هناك نار جهنم بانتظار كل من ينكر رسالة الله تبارك وتعالى. اقرأوا، اعملوا ما شئتم، افعل ما تحب، الله أعطاك الخيارات كاملة، أعطاك حرية تامة، ولكن بشرط أن تشغل دماغك وأن تتبع الحق لا تتبع الهوى. لذلك أيها الأحبة، نختم بهذه الآية العظيمة، أيضا أنا أحب أن تحفظوها. الله تبارك وتعالى يقول عن المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. انظروا إلى جمال القرآن، تقنية يعلمك إياها الله سبحانه وتعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يعني عندما تغضب عليك ماذا؟ أن تغفر. عندما تغضب عليك أن تغفر، لأن الله تبارك وتعالى أمرك أن تجتنب الكبائر والفواحش، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. كأن الله يريد أن يقول لك: إذا اجتنبت الكبائر والفواحش فأنت سيكون لديك قدرة أعلى على المغفرة. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. إذن أيها الأحبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات. ولا تنسى أن العفو والتسامح والصفح عن الآخرين وتبسمك في وجه الآخرين والعفو عنهم من أقوى التقنيات أو الأساليب لرفع وتنشيط النظام المناعي. فإذا أردت اليوم أن تتمتع بنظام مناعي قوي، عليك أن تتسامح وتعفو وتبدأ بأقرب الناس إليك، أهلك والمحيطين بك، حتى أبعد الناس لك. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وإلى لقاء جديد إن شاء الله وشبهة جديدة
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها كل من يشاهدها ويطلع عليها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.